بنادم دوكا غتلقى الراحه يدير كسيرته الاوتوماتيك ويدير رجليه كيما هكا وينسى، ما يعرف واش غيتكلاطو لشي بنو وما يعرف واش غادي يخرج ليه. راه ديك لا جيست اللي غادي ديرها فات فوت. اسمي زربان محمد بن عمر من مواليد 1948، سائق مهني. ما تنترحموا على هاد الناس اللي مشى لوالي برحمة الله، هما كيتحسبوا عندنا مجاهدين لانه خدامين لصالح الوطن، وهذا الشيء ما يخوفناش، هذا الشيء ما يخوفنا ولا يخوفنا. خدمنا كان في ايامات العراق ملي كان الحرب قرطاس كانت علينا وكاينو، وجينا هنا المغرب خدمنا في الصحراء ملي كان حتى هي فيها القرطاس، ما عمر القرطاس خلعنا، وما يسبك ما يسبك الا ما كتب الله عنك، وهذا الشيء ما يخلعه ولا شي حاجه، انما الاعمار بيد الله. عطينا المسار المهني ديالك. المسار المهني خدمت اول خدمه عندي خدمت في 69 كي شديت البريمي خدمت 3/12/1969 طلعت شي فوق، خدمت يعني في شركات مختلفه منها حتى من افريقيا خدمت فيها على كارديهم عندي، وخدمت في لونغوميتال، ومن لونغوميتال مشيت للكيران ديال السياحه خدمت فيهم واحد المده معينه ساعه ما كان شيء عينا الوقت فيهم رجع. شحال الصالير ديالك ديك الساعه؟ ما كان ديك الساعه ديك 2000 درهم 1500 درهم كاع اذا كانت شي حاجه كثيره كاع ما تفوتهاش. ومن ثم تحيت الثمانينات خدمه مع الشركه ما نقدرش نقول لكم فوق ما تيخلصوا تيمر مدوك في الخلاص وداك الشيء حيدت منها. جات الوجبه ديال الثمانينات للعراق، مشينا للعراق قعدت في العراق شي فوق والحرب في الحرب كان الحرب حنا الدوله شي فرات ماش غير خلاك حتى انت الناس خصهم فين تحرك. قالوا لنا الدوله البلديات وداك الشيء عمدا كانت البلديات وداك الشيء، ولكن بعض الخطرات تهزوك مجهود حربي كتمشي تدي المينيسيون تدي داك الشيء اللي كمل العقد ديالو كيجي بحالو. انا قاعد مشيت من خرجت من العراق مشيت للاردن. شنو السلعه اللي كنتو كديرو في العراق؟ ما تنخليو ما نهزو الماتيريال الطراكس، المهم اي حاجه كتحتاج النقل كنهزوها. كاين الناس لما دونات العراق كاين مفرقين على المدن، كاين اللي في بغداد، كاين اللي في الحله، كاين اللي في البصره، كاين اللي في زخو، كاين اللي المهم جميع المحافظات العراق مفرقين عليها المغاربه. خدامين والقرطاس فوق راسكم؟ لا داكشي كاين في الحدود، داكشي في الحدود يعني في الحدود ديال العراق. وين حنا بعض الناس كيوصلوا بحال حنا اللي في بغداد والنواحي كندير ديك المنطقه جيت البصره وجيت بغداد في وسط البلاد. المهم شفت داك الشيء ما عجبنيش. شحال اشتغلت في العراق؟ نعم خرجت الاردن طلبت لهم اجازه دون راتب. انا شدت بحال السياحه نشوف الاردن كان شي ما كانش نرجع نسلكوا تماك. جينا الاردن لقينا الخدمه مع شركه فلسطينيه اردنيه، خدمه عطاو لي فريغو خدام كندير تركيا سوريا السعوديه قطر الكويت الامارات العربيه حتى ابو ظبي حتى دبي بالسلعه الخضر المهم الفواكه المهم عطيو هادشي راه كلشي مصور وكلشي بالصور ديالي. من بعد سيدي 4 سنين ما دخلتش للمغرب. جات واحد ديك المشكل اللي كان وقعت في الاردن مع مالك الحسين مع حافظ الاسد سدات الحدود. قعدنا حنا 4 المغاربه في المغرب في الاردن 4 كان عقليه 4 اللي في الاردن كلها هي شي خدامين في الفوسفات في الاردن 3 خدامين في الفوسفات في الاردن والاخرين في الفريقوات معنا. جيت هنا دخلت في 84 تنزل لقد 84 84 دخلت علاش تقول لي اخر 84 دخلت للمغرب من مراكش انا كنت ساكن في مراكش نزلت لقدا للسياحه ونشوف شو داز انا واحد الصديق ديالي لقينا الزحام في مناصر في شارع المقاومه كاش كيديروا قال لك قيدوا الشيفورات كنت حتى نعرف شيفور نشوف شكون اللي كيخرج كيخرج واحد اليهودي كنت كنعرفو في السوطير واحد شركه النقل في الدار البيضاء السوطير شافني قال لك زيد اش كاين قلت لها وديها منين دخلت لها منين يلاه بخير من الاردن كاين قال لك بغيت تخدم عندنا الخدمه هي هذيك دخلت بقيت في اكادير اش كنا كنديروا؟ اسمح لي غنعقلوا على اكادير ملي كنتوا في العراق في سوريا ما كانش الجي بي اس ما كانش الجي بي اس والو الخريطه قرا الخريطه وزيد كيفاش كنتوا كتعرفوا الطريق؟ الخريطه
الخريطه راه الخريطه ما حتى هذوك انا اوروبا حتى لهنا كنديرها بلا جي بي اس بلا والو. كتقرا الخريطه قبل ما تخرج كتشوف لي نيميرو دو سورتي وكتشوف لي فيم لي سورتي صافي البلان عندك البلان ديالك صافي. ودير تنشر الوسط راه ما تحتاج فيه طريق وحده اللي كاينه حتى المدينه المدينه ما عندك ما تحتاج تركيا باه ولكن خصك تقرا البلايك. نعاود دخلت الاكاديمي اشتغلت فين؟ اشتغلت في 84 في لاساطاس. بدينا بواحد النجم هنا تيقول ليه بوازار فواياج في النهار بوازار اكادير لمرسى شويه شويه كيش تيخصك دوز عام معاهم عام في الرموك عاد تيدوزو كركار خرجوني من دوز عام ما كاين لاكسيد لا والو حولوني لكيران بقيت شاد لكيران الدار البيضاء المهم كاع لا زون دو سيد كنا كنديروها كلها جات لوكازيون ديال كيديروا هما لانترناسيونال كيديروا فرنسا شاحن نقاو في لو سيد ديك الساعه كانت الحرب ديال الجزائر كاين خدمنا بعد حنا مع الكوفات ديال العسكر من هذا من اكادير هنا ومن بوجاكار كننقلوا السلعه ونقلوا المسائل ما كنخافوا مال كيمشيو معنا لي كونفويور صافي ومهنيين مع راسنا رغم ذلك اشتغلتوا اشتغلنا ما يخافوا بلادنا هذه إلا ما دفعنا على بلادنا والحزه هي فاش يبغوك الناس في البلاد. حتى اللي كنتو كنشوف الجنوب؟ وما ديك الساعه ذاك الطريق كاع اللي متى تدوز الرمك تمشيو فيها والبلاصه اللي ما كدوز كيتبع لها الفريكير. السماره جديده. السماره السماره ديك السماره اللي هي الكودرون راه تشوف الجوال الاخرين بحال اوسط بحال تيشلا بحال اللي ما كاينش الكودرون اما هادو راه ما السماره ما بغيت تدوز ليها دوك الطريق ما بغيت تجي حتى لخلع عيون داخل عيون خلا تصبر عيون واحد سميت الكودرون ما نقول لك على حد البنوات غير هي هذيك ترى كان شويه ريسكي حيت كان في علمين ديما تجيني غادي فيها جاي فيها نقي وثاني تما تزيد الوطوكات بندكة وطلع الفوق وزيد المهم حنا هذا الشيء ما تيخوفناش اشتغلتوا في الصحراء من بعد الصحراء في انتقلت للانترناسيونال الانترناسيونال الانترناسيونال سدينا فرنسا ديريكت بالكيرا باريس من باريس ثاني زادوا النور لا فرونس من النور لا فرونس تحولوا ستراسبور لانزاس من لانزاس دو ايطاليا يا بقينا ايطاليا اكادير ايطاليا ورزازات ايطاليا فقيه بن صالح خوري بقى مراكش المهم الخدمه فين ما قالت لك زيد زيد ما تقولش لا ان حيت في الكونتا اللي سيتي انا داير لك بوليفالون اشنو هي معنيك بوليفالون فين ما بغاوك تمشي ما تقدرش تقول لا ولكن الحمد لله اش كدير ديك الساعه قبل ما كتخرج كيقول لك غادي للمدينه الفلانيه كتشد لاكارت تقراها تنطل لي نيميرو دي سورتي لي نيميرو ديال هذا كتدخل ديريكت لا جي بي اس لا والو لا بورتابل لا والو اشتغلت في النقل ديال السلعه والمارشانديز ايه شنو الفرق اللي كاين بيناتهم؟ شنو الفرق اللي بيناتهم؟ الفرق اللي بيناتهم هي الفواياجور متعب فيه التعب اما السلعه انت مرتاح الا عندك الضمير اشنو الا عندك الضمير كتخدم سواعك مخرين ساعه توقف كتوقف ثلاث ساعات مع راسك اما الفواياجور هز جهنم فوق كتفك عطل وزيد وعلى تعطل هذا زيد المسؤوليه ديال واحد 60 واحد 50 40 كل واحد ولا باش كيلغيه ما يعني اش غدير سيرتو لانترناسيونال دوكا خصك تورك باش تشد الباطو الا زكلتي الباطو سبع دقائق خصك تبات في الخزيرات راه مشكل شحال دوزتي في الانترناسيونال؟ دوزت فيها 8 سنين عاد خرجت لانتريس هي الاخر اللي فيها دابا خرجتي لانتريس محمد شنو النصيحه اللي كتنصح كاين الشباب اللي طالع؟ انا تنقول للشباب تنقول انا يا رايت الشباب يتحملوا المسؤوليه ديال مسؤوليه الشيفرات يكونوا هما لي ديريجون لانه عندنا لي لونسونسي اللي عندهم لا ريسورس اللي عندهم الباك خدامين شيفرات هاد الناس هما اللي خصو يتقدموا يقيديو هاد الناس الصوره لانه حنا المشكل اللي خضت علينا في هاد الحرفه الاميين حنا تنسميهم الاميين هما اللي ما تيعرفش ودافع اش ما عمرش شد الكونتاك وما عمرش تيطلع للكابين ما عرف كاع اش كيدير روحوا لنا معاهم حنا ديك الساعه الا تكلمنا سيدي محمد على الحديد الحديد ديال 84 مع الحديد ايضا حتى الطريق سمح لي حنا دوزنا واحد المره الطريق ما كاينش والحديد اللي كان ديك الساعه هي يقدر يعرفوا اي واحد كاش عندنا الناس بدينا بالطمسترافير فولفو 88 84 96 عندك جات الميل 20 وراهم جاو البيرليات ولكن الحديد ديال دوكا الراحه خص مواليه خص لانتيليجونس ولا بريدونس حنا ديك الساعه ورك على 88 90 95 الا كانت مشارجيه 70 75 ما تفوتهاش ليك دروك لا كاين الرابط دي كاين الكونفور كاين كلشي ولكن الله يجيب مواليه الحديد اللي يديروا بحساب طريق
ويعرفوا شنو هي الطريق، لانه لو ريسك ديال الطريق اشنو هو؟ بنادم دوكا غتلقى الراحه يدير كسيرتو اوتوماتيك ويدير رجليه كيما هكا وينسى، ما يعرفوش غيتكلاطو لشي بنو وما يعرفش غادي يخرج ليه، راه ديك لا جيست اللي غادي ديرها فات الفوت، ديك لو جيست اللي غادي تنزل رجليك من الطابلو وتحطو الله راه فات الفوت. اما ديك الساعه والله ما عندك كتافك الا زكيتي الديريكسيون، سيرتو ديال الهنشال ولا ديال موريس ولا ديال ولا 180 ولا شي ميكانيك. دوكا هذا الدور ب 7-1 دوكا عندهم الراحه ولكن خصهم هذا لا بريدونس. وانا تنقول لك انا كنتمنى شي نهار نشوفوا شي شباب من هذا الجيل اللي يخدم دابا بحال دوك الناس المجازين اللي عندهم الباك يتقدموا يقيديو هاد الناس الاخرين. سيدي محمد الله يعطيك الصحه وحنا الله الوطن والملك، وحنا الا عيطوا عندنا غدا واخا تيقول لك انت اوتوريتي ما عندك حق تخدم، جاي عند الحاج تيقول لا انت اوتوريتي ما عرفتي، الا بغونا حنا مستعدين غدا.